وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندم علمك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنا وأه شيخ سعد محمد مدار حق روحك سو جيدين يا عشر ليلية الأسئلة والمناقشات معلنك تربية إسلامية مدارس العقال الثانوية في كبلي مدرسة عقال سكندري أي كبلي عقال سكندري سكول في كبلي طبعا وفصلة فوفورك عشر كان ليلي كان سو جيدين أسايما كان سو جيدين يا وفصلة فوفور الدوسية عقال سكندري سكول. بسم الله الرحمن الرحيم الأسئلة والمناقشات القسم الأول قيبتك وبعد القرآن الكريم قيبتك وبعد سيدات ودوكتين أرضي تربية نوحكو بلا مطاع طب القرآن الكريم وعلى قولي أكمل لما يستر هذه الآيات آياتك كان من قوله تعالى هذا الكيلاهي وإناي سري وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله أكمل لما يستر هذه الآياتك كان من قوله تعالى هذا الكيلة وإذا قيل اللهم أدل قول هذا تعالى كاليا إلى ما أنزل الله إلى سيدجي إلى قوله تعالى وحد لما يسترتا في وقل لهم في أنفسهم قولا بليقا وقل لهم كل في أنفسهم قولا بليقا أي تاس وقرآن الكريم أدقى على قرب عرضي إن الضم يسترتي. القسم الثاني قيبت لبعض معاني المفردات و معاني الكلمات لا غير وين هذا معناه قاعد يقعد معني سيدود كنت ترديهم شو عاشك وبعد اشرح شرح ومعنى الكلمات الآتية كلمتان صعدة فيما شجر بينهم فيما شجر شجر بينهم وما هي معني ذو طلبات أحسن تأويلة أيا أوفي عن حكمهان يعرفهان أحسن ويا ونحسن تأويلا معنى هذا معني ذو كلمة أحسن تأويلا معناتها فردوا عليا إلى الله فردوه إلى الله وامحي معنيه يتوكلون معنيه وامحي الفواحش معنيه وامحي الحسنى معنيه الغربة جهد أيمانهم معنيه أي الغربة وجاء وامحي معنيه بكسر الواء وجاء معنيه الشك أخذ ميثاقكم معنيه الشك طربت يداك حديث بكتر طربت هابولو ذو يداك قعماغا محالو رجل كلمة ده قيبت الصدحات. القسم الثالث الأسئلة المباشرة والسؤالات وصف ألف أجب كجواب عن الأسئلة الآتية سؤالات وصعدة كو للأمانات أماناتك أنواع كثيرة نوعية بضن بيلاهي أمانة نوعية بضن بيلاهي تتنوع عن الأمانات أذكر شيئا الأمانة الواجبة نحو ربك أمانتك هذا واجبك حق ربك شيئا الأمانة الواجبة نحو أسرتك أمانتك هذا واجبك حق قويسك هذا شيء الأمانة واجبة الواجبة نحو وطنك ودك هذا واجبك شيء أذكر واحد شيء تعطى سؤال شلبات كيف يختلف سيديبو قد وين هاي أما هو النوع قد يسين هاي أذكر شيء كيف يختلف سيديبو قد وين القانون الإسلام قانون كإسلامي قد وين عن بقية القوانين الوضعية قوانين تا dadku ay sameysteen iyo tashriicaadka iyo sharciiga ay sameysteen dadku ay wadciga sida ka dimuqraadiyada iyo ishtiraakiyada hanti wadaag dimuqraadiyada sida uga duwan yahay qaanuunka islaamku sheeg su'aasha saddexaad ma hayo darar nifaq wa ma hay dhibaatada nifaq iyo munaafiqnimadu ay leedahay fi hayaati firdi wal mujtama bulshadiyo iyo qof qof ma hayo wa ma hay darar dhibaatada nifaq munaafiqnimadu ay leedahay fi hayaati nolosha al fird qofka kaliye wal mujtama bulshada ما الحكمة وما حكمة كتير في أخذ الشورى شورى هذه لقاته واذكر شيك آية آية يأمر الله إلهي نقو أمره بالشورى إنا نوضى تشنين شورى إسا ما الحكمة وما حكمة في أخذ الشورى شورى هذه لقاته واذكر شيك آية آية القرآن كميدة يأمر الله إلهي نقو أمره بالشورى شورى قال الله تعالى إلى يحوله وجزاء سيئة أبا المرين تحمات سيئة مثلها وحمى المرين لمدة واذكر شيك الآية آية
من القرآن الكريم القرآن الكريم فيها كم إذا آيات توافق هذا المعنى معناه كان قال الله تعالى لا يحيي وجزاء أبا المرين سيئة حمان سيئة مثلها وحمان وأبو حمان لم يذا أبا المرين حمانته وحمان لم يذون أذكر شيء آية من القرآن الكريم آية القرآن الكريم كم إذا توافق لمعنى هذا المعنى معناه أنه كلا لدغة ووافق شيء كيف يكون السلبين نقول إنسان إنفاق الزكاة كذا هذه لقوا بعيو في وجوه الخير طريقة الخير كان وسيلة تنحب إلى نمائه وزيادته كردين أو بيرينيسا كيف السلبين يكون نقول إنسان إنفاق الزكاة الزكاة هذه لقوا بعيو في وجوه الخير طريقة الخير وسيلة تنحب إلى نمائه وزيادته حب إنه كردين أو بيرينيسا ما معنى وما هي معنى سياسه الدوات أن أهل الثروة كانت ليد المستخلفون يقع خلافه وما مر فيه وما لم يعلو ما معنى وما هي معنى أن أهل الثروة كخيرات كي أنت ذو صاحبك مستخلفون أين يدحلان في أموالهم أيد معنى لو قلت شيء وما هي عشر كات كل دقيقتين عشر كا كسوائك ما الحجة وما هي الحجة التي أوردت أي آيات كانت الآيات أو آيات سوى روريين لإقرار مسوي كرسي سوي وقن عصاب بوجوب واجب لماذا إنفاق المال مالك إلا قم بحيث في سبيل الخير وعشر كي إنفاق المال ما الحجة وما هي الحجة التي أوردت الآيات آيات كوي كان نسوي روريين لإقرار مسوي كرسي بوجوب إنفاق المال إن واجب تاي مالك إلا قم بحيث في سبيل الخير طريقة الخير سؤال شغالات لماذا حث محمد النبي قد يرجي صلى الله عليه وسلم الشباب اللي يرده الى المبادرة بالزواج وعشر كي درسي حديثك لماذا حث النبي قد يرجي النبي صلى الله عليه وسلم الشباب اللي الى المبادرة بالزواج انه دقدقان قول ايد ما تقول كوات كي واحد قال لا بلا دليل الدليل من القران والحديث القران كي حديثك كم ده كحول اذكر شك ما تعرف واحد كتقانه عن أبي هريرة أبا هريرة صحابي أبي هريرة رضي الله عنه ومتى ولد ومتى توفي قرمو لا شيء قرمو لنتهي وكم حديثا نمس حديث مروى كوري عن النبي صلى الله عليه وسلم القسم الرابع قيبت أفراد وأحاديث عن أبي سعيد الخدري وحل قوري رضي الله عنه جاءت امرأة هوينة وأطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك فقالت وحيت لي يا رسول الله رسولك لا يذهب وحيت تقين أكمل دمستر هذا الحديث كان إلى قوله صلى الله عليه وسلم ذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم ثم قال أولي إثنتين وثنتين حديث كان بحبوحي أو دمستر أو حفظ أو الشيك أرضيه بعض سؤال قيبت اللبات من أخرج هذا الحديث حديث كان أبي سعيد الخدري جاد مرات إلى رسول أياس وصاري وحوري أبي سعيد الخدري أياس وصاره أيها وفي أي موضوع يتحدث محوكا لي حديث جيم قيبت الصدحات فسر ما يلي كلمة أساس على فسر محل أولجي ما المراد منها تقدم بين يدي هرمر سن هرتيدا لبدا يدى قعمود هرتيدا محل أولجي ده كلمة ده تقدم هرمر سن بين يديها قعمود هرتيدا كانوا الله وحيون نقضان حجابا من النار حجاب بين نار تبقى نقضان قيبت الشنادة يقول دم بيسار ديو القسم الخامس قيبت يقول دم بيسا سن المجموعة حليلي قرر كان قيبت كور رسان في ألف قيبت كوبات ألف كور رسان بما يناسبها ويحيكوها بونا لما يستريه معنى ذا في باق قيبت اللبات سل حنيري المجموعة قرر القائمة كور رسان في ألف قيبت كوبات ألف بما يناسبها ويحيكوها بونا في باق يمكن وحي نصر تودا أن نعرف الصبرين صبرك كو عدينا ونكون مجنوب بأنه ينوياي تي ولا أهل كده يكون حجرتاك سونا سار ee macnaheedu dhameystiraysi oo isku geey si aan u noqoto waad jumlad dhameystiran al-ushra zawjiyya wada noolaashaha lamaananimadu hiya waxa weeyaan maaya kuuna ee halkan ay ku jirtaa qaybtii ka soo saar kana shirku la aadama dhuruub shirku wuxuu ahaaday dambi ka weyn laana uu maxaa yeelay haa qaybtii dhameystiraysay kolonka qaybta ba ay kugu jirtaa kana al-munaafiquuna munaafiqiintu waxay ahaayeen يبادرون كوو دغدغه في موده جعيلها اي تبع ارك عشر كور سو حويان هاجر وحو يجرودي ال هجرتين لبد هجرد وصلى الله وحكمت كد القبلتين لبد قبلنا توفي وحو غيرودي صحابي سنه مركيد اسمه 30 للهجره لبي صدق هجرد مركيد اي هجرودي اليهود والنصارى يهود والنصارى لأن في قلوب المقلب يقول حكوا جرى شك ينفاق منافق نما كوجي
تحمل المرارات تحمل لود القاطع المرارات قدارك يو الآلام يحنوك يو الظروف القاسية الزوجين لبدل لما عنيس قبويا من الألفة يسكن صور دواشا والعشرة وذن نوراشا والاندماب سنحقلا لأنه معايا لي تشبيه وكشبيه المخلوق مخلوق اللي كشبيه بالخالق إلهي خالقة في خصائص وحيابا قهر لماذا الألوهية إله لماذا أوليه انت سيدنا قلتك على غيرك وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله مع التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح وحنذير الجين يقول لي الإيمان إيوه صوم مقبولة اللهم اجعلنا من عتقائك من النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.